بتاعنا. هنعمله بقى بالتكات الصغيره بتاعته، التركات البسيطه دي هي اللي بتدي له طعم حلو بحيث يبقى احلى من بره. المقادير بتاعتنا هستعمل كوبايه عدس اسمر مسلوق 3/4 سلق، وانا بسلقه بحط له كمون وفلفل اسود. كمون زي ما قلنا امبارح الكمون بيشيل غازات والبقول بتعمل غازات، فلازم كمون في ميه السلق. وبعد كده اهو مش هاخد ميه السلق بتاعته هصفيه، عشان في ناس بتسلق العدس وتستعمل ميه السلق بتاعته، الميه دي هتنفخك بطريقه جباره ملهاش اي لازمه. فالعدس بنسلقه 3/4 سلق وبعد كده بنصفيه وبنستعمله. هستعمل نص معلقه صغيره بهارات مشكله، وهستعمل كوبايه رز مصري مع العدس، فصين ثوم، حمص مسلوق، ونص كوبايه شعريه اختياري للي بيحب يحط شعريه معاه، هنقول نحطها امتى. المكرونه هستعمل باكو مكرونه مقصوصه لاز صغيره خالص مسلوقه، ومعلقه زيت وشويه ملح وفلفل. الصلصه بتاعته نقول تاني قبل الصلصه، طيب المقادير الكشري نفسه والمكرونه، وبعد كده نقول الصلصه والدقه عشان الناس ما تتلخبطش. يبقى الكشري نفسه كوبايه رز مصري، كوبايه عدس اسمر مسلوق 3/4 سلق، هسلقه وانا بسلقه هحط له فلفل اسود وكمون وملح طبعا، وبعد ما يتسلق 3/4 سلق هصفيه من الميه بتاعته واستعمل العدس ما استعملش الميه بتاعته. هستعمل نص معلقه صغيره بهارات مشكله، فصين ثوم، حمص مسلوق، ونص كوبايه شعريه اختياري. الفصين الثوم اللي في الكشري هيبقوا كاملين مش مهروسين، فصين ثوم زي ما هما. المكرونه هستعمل باكو مكرونه مقصوصه صغيره مسلوقه، وهستعمل معلقه زيت او معلقتين زيت وملح. يا ريت بقى ممكن استعمل كمان الزيت اللي انا هحمر فيه البصل هتبقى حلوه قوي. نقول بقى مقادير الصلصه، 5 حبات طماطم عصير من غير قشر، يعني لازم تبقى ايه الطماطم متصفيه كويس، معلقه كبيره صلصه طماطم، 5 فصوص ثوم مفروم، معلقتين كبار خل، شويه ميه وزيت وملح وفلفل، ومعلقه سكر، معلقه كبيره سكر. الدقه بتاعته عصير ليمونه، قرن فلفل حراق، 4 فصوص ثوم، ربع كوبايه ميه، معلقه صغيره كمون، معلقتين كبار خل، نص معلقه كزبره ناشفه. تاني الصلصه، 5 حبات طماطم عصير من غير قشر، معلقه كبيره صلصه طماطم، 5 فصوص ثوم مفروم، معلقتين كبار خل، شويه ميه صغيرين، وهستعمل زيت وملح وفلفل ومعلقه سكر في الصلصه. اوكي، الدقه بتاعتنا هعمل عصير ليمونه، قرن فلفل حراق، 4 فصوص ثوم، ربع كوبايه ميه، معلقه صغيره كمون، 2 معلقه كبيره خل، نص معلقه كزبره ناشفه. دي علشان الدقه. وهيفضل عندي بقى البصل، انا هستعمل 3 بصلات معمولين رفيع متقطعين ترانشات رفيعه، وهستعمل زيت، معلقه كبيره ملح، ومعلقتين كبار دقيق او نشا. يبقى البصل بستعمل 3 بصلات كبيره متقطعه شرايح رفيعه، معاها الزيت، طبعا ده الزيت اللي هو هيتحمر فيه البصل، زيت عميق، معلقه كبيره ملح، معلقتين كبار دقيق او نشا. ابتدي اول حاجه هرش الملح والدقيق على البصل عشان يفضل شويه بيهم، وادي الدقيق وبقلبه فيه كويس. ليه برشه بالدقيق والملح؟ علشان يبقى مقرمش، ما يبقاش البصل طري في الاخر، انا عايزه البصل بتاعي مقرمش. اول حاجه هعملها واسيبه بقى شويه فيهم قبل ما احمره، بحيث الملح هينزل لي الميه اللي في البصل، ودي هيشرب الميه دي، فالبصل هيقرمش لان مش هيبقى فيه ميه، فهيبقى طعمه حلو قوي. اوكي، دي اول حاجه. هاجي بقى اعمل العدس نفسه، هحط شويه زيت مع شوية سمنة. لما يسخنوا هضيف المية السخنة، بس لازم السمنة تسخن قوي عشان ما تبقاش ريحتها باينة فيه. اوكي، بسم الله الرحمن الرحيم. هحط بما يوازي 2 كوباية مية سخنين، لان انا مستعملة 2 كوباية رز و2 كوباية عدس، فانا حاطة هنا اهو 2 كوباية مية معايراهم عشان اسخنه. وبعدين هحط الملح في الميه، الملح 2 معلقة، ان معلقه صغيره لكل كوبايه، وهحط فلفل اسود. انا هسوي العدس مع الرز، انا عارفه ان في ناس بتسوي كل حاجه لوحدها، بس هو كده بيبقى احلى بكتير كده اهو. وبعدين هحط البهارات، وهحط مع الرز والعدس 2 فصين توم زي ما هما كاملين. ليه؟ علشان برضو
يشيل لي اي غازات موجوده لسه في العدس. الثوم هيشيل لي اي غازات موجوده في العدس، بس بعد كده هو لما اجي اغرفه هشيل الفصين الثوم دول. الزيت كده هو سخن عندي، هبتدي احمر البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. احمر ادي البصل، هبتدي احمره. الميه ابتدت تغلي، غليت الميه بقى خلاص، غليت بعد ما حطيتها على السمنه وحطيت لها الثوم والبهارات. هحط ادي العدس، بسم الله الرحمن الرحيم. والرز انا نقعاه بقالي تلت ساعه، هحطه برده مع العدس. ممكن نصفيه هيبقى اسهل لنا. كده اهو احنا ممكن نجيب حاجه نشيل فيها البصل. هخليه على نار عاليه لغايه لما يشرب الميه اللي فيه، وبعد كده اهو هوطي عليه. بصوا البصل ابتدى يتحمر، وبصوا باين قوي ان هو ناشف، ما هوش طري، بس لازم يتصفى كويس وما يتغطاش بعد ما يطلع لغايه لما يبرد، عشان لو اتغطى هيطرى، فلازم يفضل مقرمش. انت ممكن تاخد بالك منه على ما اعمل الصلصه. هاجي بقى اعمل ايه؟ الصلصه بتاعت الكشري. انا على فكره ما حطيتش مقادير للشطه، لان انا حاطه في الدقه شطه خضراء فلفل حراق، بس انا ممكن اقول لكم احنا ممكن نعمل الشطه اللي هي الحمراء ازاي. نعمل بس الصلصه الاول. هحط شويه زيت، انا ما بحطش سمنه في الشطه في الصلصه سوري. واروح عامله ايه؟ هحط الثوم. الثوم هصفره بس، مجرد يصفر. يصفر الثوم. اهي ريحته طلعت. اوعوا يغمق منكم، لو غمق قوي هتبقى مره، خدوا بالكم كده، احنا حاطين لها سكر يعني عايزين طعمها يبقى حلو، مش عايزينها تمر. اوكي فهنعمل ادي بصوا ابتدى يبقى ذهبي. هروح حاطه عليه، بسم الله الرحمن الرحيم، عصير طماطم، ادي السكر، وادي الخل، وادي الصلصه. الصلصه هتخليها تتخن بسرعه، الصوص يبقى اتخن بسرعه، ما اقعدش اغليه اقطع نفسه على النار، بس انا هغليه غلوتين وهو مكشوف خلاص. ممكن احط بقى رشه كمون، رشه شطه، اللي انتوا عايزينه. خلاص هنخليها بقى هي تغلي هنا اهو، نوطي النار. علشان على نار واطيه تغلي غلوتين، ما تقطعوش نفس الصلصه في الغلي كتير، عشان لو غلي كتير هتبقى سميكه قوي مش حلوه. يا ام هاني السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازيك يا مدام ايه؟ ازيك يا حبيبتي؟ ازيك صحتك؟ الحمد لله يا قمر، ايه الاخبار؟ الحمد لله. لو سمحتي معلش عايزه طريقه مرقه الدجاج، انا عندي المقادير بتاعتها بس عايز طريقه عملها. اوكي من عينيا من عينيا. بيغلي لسه ما شربش الميه بتاعته، وانس انه شرب الميه ايه هنغطي وهنوطي عليه علشان يستوي. هنعمل بقى ايه الدقه. المقادير بتاعت الدقه كلها هضربها في الكبه مع بعضها. لو انتوا عايزين الشطه تخينه كده اهو ممكن تعمليها عادي يعني. فاحنا الاول هنحطها نخلطها كلها مع بعض. ادي الخل، الليمون، ميه، وادي الثوم. في ناس كمان بتدي الدقه دي غلوه على النار، بس انا مش محتاجه، هي كده اهو، هي مجرد تتضرب في الخلاط كويس قوي وخلاص. بس ادي الكمون، وهحط ملح، وهنحط
ملح برضو في الصلصه عشان احنا ما حطيناش فيها ملح. وبعدين هقلب ده كويس قوي واروح ضرباه في الكبه. بسم الله الرحمن الرحيم كده. تتضرب كويس قوي دقيقه. عايزه تحطيها على النار، ممكن تغليها غلوه على النار بس هي مش محتاجه قوي. اهي عشان تمتزج كلها مع بعضها. كده اهو، وبحطها لغايه لما ايه احطها في اي طبق التقديم. إيه احنا ممكن نروح لفاصل، وبعد الفاصل بقى نكمل الشطه بتاعه الكشري. هنروح لفاصل ونرجع لكم، استنونا. الكشري بعد ما خلصناه فاضل لنا بس الشطه بتاعته هنعملها. مقادير الشطه هي معلقه شطه بودره كبيره، بس الشطه تكون محترمه يعني، ومعلقه سمنه ومعلقه صلصه وشويه ميه. ممكن كمان استعمل شويه من صلصه الطماطم اللي انا عاملاها، يبقى معلقه سمنه ومعلقه شطه بودره حاميه، معلقه صلصه، شويه ميه، ولو عندي شويه من صلصه الطماطم بتاعه الكشري هحطها. انا اول حاجه اهو حطيت السمنه. بسم الله الرحمن الرحيم. بس خدوا بالكم بقى ايه من ريحه الشطه وانتوا بتقلبوها، خصوصا لو كانت حاميه. بصوا استاذ عسكر، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازي حضرتك؟ ازيك يا شيف اير؟ الحمد لله، والله منوره الشاشه ومنوره الله الدنيا. الله يخليك بنورك يا رب. وبالنسبه الحاجه الحلوه بقى، عاوزين تورتايه كده حلوه علشان نعملها بمناسبه فرحنا لمحمد عبد العزيز ما شاء الله واحمد محسن النهارده، فرحهم عقبال اولادك يا رب. خلاص اوكي، انا بكره ان شاء الله هعمل كيكه حلوه قوي قوي قوي، وبس النهارده نقول لك ان شاء الله على طريقه تورتايه حلوه باذن الله. بصوا بحمر الشطه كويس قوي، الريحه بتاعتها صعبه شويه بس ايه عايزاها تغمق. دايما بتلاقوا الشطه غامقه سنه، ان الشطه بس ما نحرقهاش طبعا، حمرها كويس من غير ما تتحرق. اهي بصوا ابتدت تغمق معايا، تغمق اهي. هروح اهي هحط لها الصلصه. وهحط لها بقى شوية من صلصة الطماطم اللي أنا عملتها بتاعت الكشري. عايزة أخففها عن كده، بحط لها شوية مية كمان. ممكن نحط شوية مية صغيرين ونقلبها كويس ونخليها تاخد غلوتين على النار، هتبقى فظيعة. مش عايزة أقول لكم الكشري بالطريقة دي مش هيخليكم تشتروه من بره خالص. كده اهو، بس طبعا خدوا بالكم الحاجه ما تبقاش حراقه قوي علشان تعرفوا تطبخوها اصلا، يعني ما تطلعش بمناخيركم. كده اهو هنعمل دلوقتي الهريسه. الهريسه السوري هي شبه البسبوسه عندنا كده، هنعمل احلى هريسه سوريه. هنقولها بالتفاصيل بتاعتها بالظبط والتركات البسيطه بتاعتها علشان تبقى حلوه قوي زي ما بيعملوها. ده هخليها تغلي غلوتين هنا اهو، وانا هحط ده هنا عشان ابتدي.